والله ده سؤال مطروح دلوقتي وبقوة. آراءنا إيه في مجلس الشعب؟ إحنا في الأول نحب نقول إن ده مجلس منتخب وجاء بناء على إرادة حقيقية للشعب، لأن في دلوقتي تشكيك في كل مؤسسات الدولة. أي مؤسسة بتبتدي تشوف عملها بيحصل فيه تشكيك. مجلس الشعب بقاله دلوقتي النهاردة أقل من 25 يوم، فلسه طبعا ده يبقى حكم سريع جدا على الأمور. وأنا حابب أقول إن اللي إحنا لازم الناس اللي إحنا انتخبناهم دول ياخدوا فرصتهم كاملة. يعني احنا خلاص ما فيش قدامنا غير كده. كنا متوقعين منهم اداء احسن من كده، خصوصا ان احنا نزلنا يعني الموضوع جيب اغلبيه وبانتخابات الناس لما ماتت فورس سعيد. احنا كنا متوقعين منهم اداء احسن من كده بكتير. لا بالعكس، دول الناس طلعوا وشككوا في الناس، قالوا بياخدوا ترامادول، استخدموا نفس الاسلوب اللي الناس كانت بتستخدمه ضدهم. مجلس الشعب قال قرارات حلوه جدا، بس للاسف ما فيش قرار واحد يعني مفعل. من الاخر ما فيش قرار عليه القيمه زي ما بيقولوا. قرارات كلها اي مواطن ماشي في الشارع كده مش فاهمه. هو لسه ما بانش معلمه لحد دلوقتي، يعني لسه، لان الفتره اللي هو قضاها يعني في الشعب كذا جلسه او كده لسه ما بانش يعني. بس انا بالله من ربنا في خير يعني ان شاء الله في المجلس ان شاء الله. طبعا مبسوط ان ده اول مجلس شعب احنا اللي نختاره بنفسنا، بس بصراحه احنا كنا مستنيين ان مجلس الشعب ده يكون حاجه، يعني احنا كنا بنتمنى ان ده يكون مجلس ثوري، لكن بالعكس اللي احنا شايفينه دلوقتي. انا طبعا عمري ما هشكك في مجلس الشعب، بس اللي انا شايفه دلوقتي ان هو ماشي بنفس برضه النمط البطيء. ما عملناش يعني، احنا كنا منتظرين المجلس الشعب اللي جاي ده فعلا يمشي بنفس الاسلوب الثوري. احنا عملنا ثوره عشان خاطر ان العداله البطيئه. ده اول مجلس منتخب ويعني تلات ارباع الناس اللي فيه مش عندهم خبره سياسيه كافيه ان هم يمكن لاول مره يدخلوا البرلمان، فشيء طبيعي ان احنا ما نتوقعش يعني منهم الاداء اللي يعني ممكن بعد 4-5 سنين نحس ان هو ده مجلس الشعب اللي احنا عايزينه.